وينك من هالمقابلات كلها؟ ما بفوت بريسك تفوت مع حدا جديد يعني. ما كثير أنا عتني الحجة. حتى حذروني منك إنه لا شو صاير عليك تطلع لأنه بتحرجك أوقات بأسئلة. جهز حالك للمعركة. هيدي أدوار الشر اللي عم تاخدها إلا ما يكون عندك منها ناحية. خرمش. إلى أقصى حدود بصير شر. فليت من البيت 4 سنين وما بعرف شيء عنهم وما بيعرفوا شيء عني. كرمال هالكلمة؟ كرمال هيدا حقد صار. أمي ما بتحضرني. بعد هلا ما بتحضرني. ليش عم تنتقد زميلك باسم مغنية بثورة الفلاحين؟ سوري مساحة الفيلن هي مساحتي أنا. بس يمكن باسم هلا يقول إنك غيران منه عشان هيك عم تنتقده. بيتر سمعان هلكته. أنا؟ على طول ولا بتذكره حتى. خليه يدفي حاله ويبطل هو يحكي عني. أزبط له بالهيبة. شو كان دورك أنت؟ بس أول 10 حلقات كان بطولة الهيبة. عندي أكثر مشاهد من تيم حسن. مهووس بحالك وبعضلاتك إيه فبتضلك تعرضهم. أحسن ما أكون مهووس بشي تاني. الممثل وجيه صقر ضيف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني. لبس مايويات فيها إغراء كتير وعم بيعرض مفاتن جسمه. طب شو بعمل؟ بكب السيد على حالي. طب شو بعمل؟ هيدا جسمي. طب هلأ لما بتصاحب أنت كمان ما بتتقيش؟ مين قالك بصاحب؟ الأربعة بعد الأخبار على الـ OTV.